قد سمعت عن البث التلفزيوني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أول بث تلفزيوني كان في بريطانيا عام 1936، وبوقتها الناس استغربوا كيف إنسان في بريطانيا يشوفه إنسان في أمريكا الشمالية. ولكن اللي ما يعرفه الكثير أن في بث حصل قبله ب 1440 سنة. هذه ما فهمتها، اشرحها لي أكثر. عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج، مشركي قريش ما صدقوا أنه أسري به ورجع في نفس الليلة، فطلبوا منه وصف دقيق لشكل المسجد الأقصى. النبي أسري به ليلا، فما انتبه لكل هذه التفاصيل اللي يبغوها، وضاق صدره لأن ما عنده شيء يثبت لهم به. وفي هذا الوقت زاد استهزاء قريش وتعالى ضحكاتهم، وفجأة يظهر الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى بين يدي النبي، وصار يراه ويرى الناس يتحركون من حوله وكأنه بث تلفزيوني مباشر. وبدأ النبي يوصف لهم شكله بدقة، وتعمق بوصف ممراته وأحجاره حتى أذهل قريش.